السلام عليكم. أنا طبعاً راح أبدأ مرحلة التنشيف استعداداً لبطولة عالمية في كمال الأجسام الطبيعي. خلال هذه الفترة راح أقوم باستخدام الشلاجت من شركة جولدن شلاجت لثلاث أهداف. الأول هو البادي كومبوزيشن، معروف أن خلال فترة التنشيف يكون خسارة نسبة من العضل، فأنا أبغى أشوف إذا الشلاجت يساعدني في الحفاظ على أكبر كمية من العضل. الهدف الثاني هو الحفاظ على نفس مستوى الأداء والقوة خلال فترة التنشيف، لأن في فترة التنشيف طبيعي أن تنزل القوة، فإن شاء الله الشلاجت راح يساعدني على الحفاظ على نفس مستوى القوة والأداء. الهدف الثالث هو الوصول إلى أقصى قدر ممكن من النشافة العضلية ومستوى التحديد العضلي. بعد ثلاث أسابيع ونص من استخدام شيلاجت وإضافته إلى برنامج التجهيز لبطولة مستر ناتشرال أولمبيا، في ثلاث ملاحظات أربع ملاحظات أحب أضيفها باختصار. الملاحظة الأولى وهي السبب الرئيسي لاستخدام الشيلاجت بسبب وجود كسر في الأصبع، مما أدى إلى أضعاف قدرتي على التمرين. مع استخدام الشيلاجت خلال أسبوع واحد قل الألم ورجعت قوة القبضة، وصرت أتمرن تقريبا بشكل طبيعي مع وجود الكسر، وطبعا تحسن كثير مستوى التمرين وتحسن أيضا الاستشفاء في الكسر. الملاحظة الثانية وهي الطاقة في أداء التمارين، لاحظت أيضا مع إضافة الشلاجت أن مستوى الطاقة استمر عالي كما هو بدون تخسيس، لأن عادة في التخسيس وهذا شيء طبيعي ومعروف الطاقة في التمارين تنزل، يضطر اللاعب إلى الراحة بين الجلسات، يضطر إلى تقليل عدد التكرارات، بس مع الشلاجت كان مستوى الطاقة عالي، وقت الراحة بين الجلسات قليل، التكرارات نفسها ما تغيرت. الملاحظة الثالثة اللي هي القوة في أداء التمارين، بعض التمارين مع التنشيف يقل مستوى القوة إلى 80% أو 60% أو أقل، مع الشلاجت لاحظت أن الأوزان هي نفسها تقريباً ما تغيرت. مثال الديدليفت مثلاً والبنش بريس نفس الأوزان اللي كنت أشيلهم في فترة التضخيم أو في الفترة العادية. الملاحظة الرابعة والأخيرة اللي هي المحافظة على الكتلة العضلية. عادةً أثناء برامج التنشيف أو التخسيس الحاد شيء طبيعي أن تقل نسبة العضل مع نسبة الدهون، بس مع الشلاجت اللي لاحظت أن الضخ العضلي والكتلة العضلية لا زالت محافظة على نفس الحجم، وهذا أيضا يثبت القوة في التمارين وثبات الأوزان واستمرارية الطاقة. اليوم كملنا القسم الأخير اللي هو عبارة عن أربع أسابيع من تجربة الشلاجت وإضافته للبرنامج الرياضي. طبعاً البلان الأصلية كانت للتنشيف، والآن غيرنا بسبب الظروف إلى مرحلة التضخيم، ورح نتكلم اليوم عن الملاحظات اللي تتعلق بإضافة الشلاجت إلى برنامج التضخيم. طبعاً الكل يعرف أن فترة التضخيم معناتها زيادة السعرات الحرارية، زيادة الأوزان وزيادة كثافة التمرين، وهالشيء معروف أنه يصاحب آلام في المفاصل دائماً يعني أو غالباً. مع الشلاجت أنا لاحظت أنه في تحسن كثير في أداء المفاصل وتقليل ألم المفاصل ومرونة في الأداء العضلي بسبب غياب أو تقليل آلام المفاصل. الملاحظة الثانية اللي هي زيادة قدرة التحمل أثناء التمرين، بالرغم من تكثيف التمرين، بالرغم من زيادة الأوزان، إلا أن القوة والطاقة وكثافة التمرين عالية، وطبعاً هالشيء هذا يؤدي إلى زيادة النمو العضلي. النقطة الثالثة أو الملاحظة الثالثة هي الريكفري أو سرعة الاستشفاء. عادةً لما بعد التمرين يحصل تمزق في العضل، وهذا الشيء طبيعي يسبب آلام قد تستمر يومين إلى ثلاثة أيام. مع إضافة الشلاجت إلى البرنامج التدريبي لاحظت أن الآلام العضلية تستمر
فقط يوم واحد، معنى أن أرجع يوم ثاني في التمرين بدون أي آلام وأقدر أتمرن بكل طاقة وبكل فعالية.